فيما يخص هذا الملعب الذي يتسع كنت أقول إلى 40,000 متفرج مع ملعبين للتدريبات بمساحة تقدر ب 14,380 متر مربع وكذا حظيرة للسيارات وأيضا لديه العديد من المنشآت وقد بني بمقاييس دولية ويحتوي على 4 غرف لتبديل الملابس وقاعات للعلاج وأيضا هذه المنشأة. نتابع الآن في هذه الأثناء التدشين وعلى المباشر تدشين السيد الرئيس لهذه المنشأة الرياضية التي منشأة الرياضية ملعب دويرة علي عمار المدعو علي لابوينت رفقة فريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي سعيد شنقريحة.